المؤتمر الصحفي مع الكابتن علي عدنان. تفضل على المنصة. يا الله بعدنا بالجو. السؤال الأول من الزميل حسين عمار. الخير للكابتن علي عدنان، سؤالي هل ستستمر في الدوري الأمريكي أم ستعود إلى أرض الوطن وتمثل أحد الأندية الجماهيرية في العراق؟ أنا أشوف أنه كل شيء وارد بكرة القدم، لكن أنه أرجع الآن للدوري العراقي أشوف أنه مبكر الحل. مبكر جدا، لأنه عندي الحمد لله القدرة في سبيل أنه أقدر أطور نفسي أكثر في سبيل أقدر أخدم بلدي فترة أطول. سؤال بالشق الأول، ستستمر بالدوري الأمريكي؟ هذه هماتين ممكن إجابتها تكون في نهاية هذا الشهر أو الشهر الثاني، فأنا أشوف إجابة مبكرة. ما أريد أنطي إنه أنطي كلام وأقول مثل ما قلت قبل شوي، لكن ممكن احتمال كبير إنه أظل مع فريقنا. طيب الزميل ميثم الحسني، سؤالي لحضرته هو من بين اللاعبين الشباب اللي يتوقع له ممكن أن تنجح تجربته في الدوريات الأوروبية الكبرى؟ كثير من اللاعبين يستحقون يلعبون بالدوريات الكبيرة، لكن أشوف عليهم أنه أول شيء ممكن يسوي عليهم أن يغيرون فكرهم ويتخذون خطوة للأمام. إذا اتخذت خطوة للأمام أنا أشوف أغلب لاعبين منتخب الوطني ممكن يحترفون في كل الدوريات الأوروبية. طيني أسماء، من المهيئ حاليا؟ أنا أشوف بشار، ممكن مهند، وعلى عباس أوردي يعني انتقل هنا. طيب الزميل ياسر عامر، مساء الخير، تحياتي لبرنامج كرة والكابتن علي عدنان. سؤالي الكابتن، كيف ترى حظوظ المنتخب في التأهل في التصفيات الآسيوية المزدوجة، كون منتخبنا متصدر للمجموعة، ومن هو اللاعب الذي يستحق التواجد في صفوف المنتخب ولم توجه له الدعوة؟ أكيد يعني ممكن من الفترات اللي مر أفضل الفترات اللي مر بها الفريق العراقي حاليا، واحدة من السنوات اللي الأفضل بصراحة أنا أشوفها، لأن قلت لك مجموعة اللاعبين، مستوى اللاعبين، الكادر التدريبي، استقرار فني موجود، تشكيل استقرار تشكيل. أنا أشوف أنه فرصة أنه يقدر يتأهل للمرحلة الثانية إن شاء الله، لكن هذا ما يمنع أنه علينا أنه نركز بمباراة الأهم هي هونغ كونغ. بالنسبة للسؤال الثاني مالته شنو؟ يقول لاعب يستحق التواجد مع المنتخب الوطني لكنه غير متواجد. ممكن سعد عبد الأمير أو سيف سلمان. سعد عبد الأمير أو سيف سلمان. الزميل إسلام فتلاوي، حياتي للكابتن علي عدنان. سؤال للكابتن علي عدنان، من هو أفضل مدرب أجنبي قاد المنتخب العراقي؟ إذا نجي نتحدث على الأرقام فأكيد يكون كاتانيتش. بالأرقام كاتانيتش. بالأرقام كاتانيتش، مستوى الفريق اختلف مع كاتانيتش أيضا. قائد المرحلة سيكون كاتانيتش؟ إذا عدينا التصفيات فأني أشوف. أنا واي من لاعبين منتخبنا انتقدوه إذا كنت متابع؟ شوف أقدر أنتقد عادي، سهل جدا، وأقدر أنه أنطي رأيي بصراحة، كل إنسان يشوفه من وجهة نظر، لكن أنا أشوف الآن علينا أنه ننظر نتائج المنتخب الوطني العراقي، هذا الشيء هو الأهم، هي الأفضل طبعا. شكرا جزيلا لاعب الدولي علي عدنان، شرفتنا ونورتنا بحضورك. فرصة طيبة بعد فترة طويلة، وأخيرا طلعت معك وتشرفت بيك على فكرة. أتمنى لك كل التوفيق ونجاح الدائم إن شاء الله. الله يحفظكم.